السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ السلام عليكم. ايش اخبارك؟ حياك الله يا ليش يا ولدنا ما تركب السلم احسن لك؟ لا لا رجلي تعبانه يا ولد. الله ايش انا تحت عليها في الحرم. سلامتك سلامتك. وش الشر؟ الله يوفقك. وفقين الله يوفقكم جميعا. تامر خدمه شيء؟ سلامتك بالحبيب، الله يعطيك العافية. ايش الحمد لله انت وصلت. الحمد لله فكم جميعا يعني. الله يجزيك خير، انا كلامك ويصلح لكم النية والذرية. الله يجزيك خير. نبغى كذا نصيحة في دقيقة واحدة بس. النصيحة اعطيك ثلاث نصائح، ما هي نصيحة واحدة. هات الله يجزيك. هات الأولى. طيب. اوصي نفسي واوصيك بتقوى الله في السر والعلن. الله يجزيك خير. هذه الأولى. الثانية أوصي نفسي وأوصيك برضا الله ورضا الوالدين. الله أكبر. وأبشر بالخير من الله مع تقوى الله. الله يجزيك خير. الثالثة أوصي نفسي وأوصيك الصلاة على وقتها وأبشر بالخير من الله مع تقوى الله. الله يجزيك. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية. أنت الآن ما شاء الله لك أكثر من 60 سنة ما شاء الله في الحرم. نعم أنا تقريب 100. أنا الحين أمشي في 129. الله يسعدك يبارك فيك. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك. كل من يشوف المقطع ذا يقول اللهم بارك ويدعي للوالد بالبركة ونمد الله في عمره يحسن في عمله. جزاك الله خير. الله يرضى عليك.